النبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب يقول فيه: والصبر ضياء. اعتبر أن الصبر هو ضياء ينير طريقك في ظلمات هذا العصر. وفي نفس الحديث قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. البرهان هو الإثبات، يعني هو برهان لك أمام الله يوم القيامة على صدقك، وهو برهان لك في الدنيا بين الناس، لأن الإنسان المتصدق يكسب ثقة في نفسه ويكسب محبة الناس. دراسة علمية نشرت في مجلة أبحاث السعادة الأمريكية. إذن هذه الدراسة ماذا تقول؟ تقول بالحرف الواحد: إن أسعد الناس هم أكثرهم تسامحا وعطاء. فالتسامح والعفو عن الآخرين هو طريقك للسعادة، وكذلك الصدقة وإنفاق المال هو طريقك للسعادة. ووجدوا في هذه الدراسة أيضا أن كثرة إنفاق المال تعزز ثقتك بنفسك، تعطيك قوة وتعزز ثقة الآخرين بك. لذلك من أسرار النجاح أنهم يقولون: ينبغي على من يريد أن يصل إلى أسباب النجاح أن يكثر من العطاء، لأن ذلك يمنحه ثقة في نفسه وثقة الآخرين به. وبالتالي صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: والصدقة برهان، صلى الله عليه وسلم.